كمان اشيله. ما فيها شيء، مرتي بمزج اشرب القهوه معاه ورا الحفله، شو المشكله؟ انا اقول لك شو المشكله، لان يمكن تكون سمعت كلام اختك عشان تسمم لي وحاط لي شيء فيها. انتهي، احترمي نفسك. لا ادفنك هني. انت اللي احترم نفسك، تسوي روحك ريال وتمشي ورا اختك على بالك عادي؟ انا ادري انك حاط لي فيها شيء. والله امزح فيك، انت ايش سويت؟ يا ابني ايش سويت؟ شنو؟ والله لعلمك، ما حد يربيك اي ريح. اللي صارت لي بسوق الخفاضه ولا لا؟ يما تعالي شوفي بنتك حبيبة الكابتن ماجد، تبي تفضحني وتبي تذبحني بغرفتي بعد. إذا ناديت أمي عيل خليها تشوف اللي بيصير. مينون يا هيلي الجامعة تهددني وتصرخ علي قدام رفيجاتي كلهم. ما حد صرخ، تبين اصرخ كذي اصرخ؟ لو من البداية رد على التليفون كان ما وصلنا المرحلة. قسما بالله يا أنس، وقسما بالله المرة ما راح أحكي لك هذا. أنت تعد نفسك مينون، عاد أنا عيان منك، ما شفت مني شيء للحين. شوفي أنا بعدي ما وصلت المواصيل الأخيرة، خلصي امتحانك وتعالي خلينا نتفاهم مثل الكبار. اسمعني قسما بالله راح أدش الامتحان وأطلع، ما أبي أشوفك ولا أشوف رقعة وجهك ولا أسمع صوتك ولا أبي أشوف شيء منك ولا شيء. ما أبي افهم، أنا الحين مهامي شيء يشوفوني. إيه قاعد تهاوش مع المينون، ما أبيك. يلا من يقدر يمدهم ويقطب بالسكة؟ لقيت كذي يعني؟ إي طبعا. هذاني مديت إيدي، راوين إيش بتسوين؟ لا والله صدقك تبينونه رسمي، حرام عليك أنا ما صدقت أطلبهم ويوصلون، أنتم اللي تكثرينهم كذي. زين وصلوا؟ لا لا لا. يلا هات يلا، انا ما احب اشوف هالدثره هني في صالتي. نعم ما اسمع صالتك. لا حبيبتي الصاله مو صاله بروحك ومولك بروحك والبيت هذا مولك بروحك حبيبتي، لنا في كلنا وكلنا يكون في علبه سواسيه فيه. ما شاء الله سواسيه، ها من وين تعلمتيها؟ شوفي انا اقول لك بكل ادب، ما ابي اشوف وجهك كل شوي هني. شوفي بيبي انا قاعد اكلمك بكل احترام، انزين والظاهر انت الى الحين ما عرفت العواطف الصجيه. اي لا اي يلا راويني، بصراحه شوقتيني، راويني عواطف الصجيه اشوف. من غير ما راويك حبيبتي انا اقول لك هين وراح تشوفين من عواطف. اي هذه ثاني مره تسوينها فيني، ثاني مره يكون في معلومه انت كل واحده قاعده بجناح ومرتاحه انت وعيالك، لكن انا خلف الله علي وعلى بناتي اللي قاعدين بحكر حمام حتى مطبخ ما عندنا. إذا سووا لنا مطبخ عشان نطبخ فيه 6 في 6 على الاقل. الحمد لله اسامه ما كبر عائلته. تدرين هالمكان مسويته حق اسامه صح؟ تذكرين صح؟ ماشي ماشي يا بيبي، الله فوق الله يشوف. اقول تلفي اللي ما تخافين الله. الله يا اسامه تعايرني على كلام قلت لك بعز ضيقتي؟ يما بعد ما يصير نحط الميت شماعة، احنا قاعد نجاريش بالغلط وقاعد طيحنا واحد ورا الثاني. يما اذا ابوي غلطان انتي غلطانة الى اليوم بدارة البيت، انتي قاعد تركزين على شغلات تافهة. طبر طبر راح يقعد يقول لي تبين ايه لعندك. شنو هذا؟ رفع علي سكين يا مجود؟ ها؟ تبي تذبحني؟ تبي تموتني؟ ها؟ ايش فيك؟ يلنيت؟ يلنيت انت رزان؟ رزان تعالي رزان؟ يا بذبحني يا ابوي، لا وخرها عني وخرها عني انا اخاف منها وخرها. ايش فيكم ايش فيكم صوتكم واصل؟ رزان رزان شفتي؟ شفتي؟ ماسك سكين يا بذبحني يا بذبحني. يمه شوي شوي خلنا نفهم انا شو السالفه ماجد، شنو صاير؟ سويت شيء انا ما سويت شيء. شنو اللي ما سويت شيء؟ قاعد تكذب عيني عينك بعد؟ اشكرك قاعد تكذب قدامي؟ شوف شوف بس فضحتي بس فضحتي انا فوق وانا اتفاهم معاه. شنو اللي فضحتي؟ شنو اللي فضحتي؟ انت مجنونه؟ انا الحين ببلغ المخفر، الحين بقول لهم يجون ياخذونه الحين. انا داحي مخفر فكني زين. يلا شنو هني وين؟ نزل ايدك هني عندنا بالبيت. شنو امي ما قالت لك؟ شو تقول؟ بتجيبين منال وولدي يسكنون عندنا هني؟ بيسكنون عندي في بيت مو عندكم.
البيت هذا مسؤوليتي أنا، ما في أحد ياخذ قرار ولا يفكر بشيء من غير ما أرجع لي أنا. البيت هذا ما في أحد مسؤول غيري، ولا في صوت يعلى على صوتي. الشيء هذا تسويه لين فت اللي في بالك واخذت مرتك وولدك ورحت بيتك. اللي بيقعد في هالبيت يسمع كلمتي ويمشي تحت شوري، غير كذي الباب يفوت جمل، دربي ودي ما يرد. واحد مثلك أنا مو محتاجته عندي.